مديرية المرور العامة تفتتح مجمع الرستمية الموقع الثامن في بغداد لتسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة. وزير الداخلية وخلال افتتاحه موقع الرستمية أكد أن هذا الموقع سيقلل من الزخم الحاصل على بقية مواقع تسجيل المرور وسيسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين. موقع مرور الرستمية يسهم كبير في تخفيف الزخم من ناحية فحص وتسجيل المركبات وإجازات السوق، هذا من جانب. من جانب آخر دائما يقاس التقدم والرقي للبلد عندما يكون هناك نظام مروري متطور. فيما أكد مدير المرور العام أن موقع الرستمية سيعمل بنظام الدوام الصباحي والمسائي، كونه يقع في رقعة ذات كثافة سكانية كبيرة وهو جانب الرصافة من بغداد، مشيرا إلى افتتاح مواقع لتسجيل المركبات في 4 محافظات خلال الفترة المقبلة. دوام الصباح والمسائي بغداد والمحافظات ما ممكن رفعها، هناك مواقع جديدة سوف تفتح في محافظة البصرة، في محافظة الأنبار، في محافظة صلاح الدين، وفي محافظة نينوى الغالية. هذا الموقع راح يكون له دور كبير في التقليل من الزخم، خصوصا هو يقع في جانب الرصافة وأكو شريحة سكانية كلش كبيرة. ما يخفيك أنه بغداد تعدادها السكاني ثلثين تعدادها السكاني هو في جانب الرصافة. رغم جائحة كورونا والظرف الصحي الذي تمر به البلاد، إلا أن دوائر المرور لم تدخر أي جهد من أجل إنجاز أكبر عدد من معاملات المواطنين في مختلف مواقع تسجيل المركبات، والتي شهدت زخما واضحا خلال الأشهر القليلة الماضية. من بغداد، حسام التميمي، العراقية الإخبارية.